حسان بن عبد الله بالخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة في البداية أشكر معالي الشيخ سليمان جزيل الشكر على تفضله اليوم بتسليم كأس الجامعة، وأيضا تفضله وبقية الدكاترة والأساتذة الموجودين مشكورين على أن شاركونا أيضا كنادي فروسية في كأسنا اللي اعتبره بصراحة كأس الميدان، والميدان ملك الجميع، هو ليس ملك الملاك أو غيرهم من المدربين أو خيالة، إنما كافة أبناء الشعب السعودي، القيادة السياسية والقيادة الرياضية، ونتحدث أيضا عن عامة أبناء هذه البلاد والمقيمين. هذا النادي هو ناديهم ومفتوح لهم، وسمي باسم ميدان الملك عبد العزيز لأن الملك عبد العزيز طيب الله ثراه هو كان آخر القادة العظماء الذين أسهموا في استقرار الأمن في المنطقة قاطب وليس في المملكة العربية السعودية فحسب، وأيضا هو من كان له تاريخ سيرة ومسيرة من خلالها استطاع أن يوحد، أن يكتب تاريخ ويصنع تاريخ ويوحد جغرافيا مترامية الأطراف أشبه بقارة، ولم يكتفي بذلك بل وحد أيضا العباد، ونعني بالعباد أبناء هذه البلاد التي كانت عبارة عن أمم، ممكن تكون قبائل، ممكن تكون غيرها، متصارعة متقاتلة، ومن ثم قيض الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا بفضله ومنته أن أرسل الملك عبد العزيز وهو الشاب ذو الذي لم يكمل 20 عاما، وعمل العمل الأسمى والأكبر الباقي بتوحيد بلاد الحرمين الشريفين اللي أصبح الآن يأتيها المعتمر والحاج من كافة أرجاء العالم، بدلا كانوا بالآلاف أصبحوا بالملايين، وهذه نعمة كبيرة. ولذلك عندما أتحدث عن ميدان الملك عبد العزيز تأتيني مشاعر جياشة جدا، وأشعر بالفخر والسمو أنه أحظى بهذه الثقة من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين اللي اعتبره والد بالنسبة لي أبو فهد الله يعطي الصحة والعافية، وأيضا سيدي سمو ولي عهده الأمين وعضده الأيمن، وهو الرجل اللي يسمي الشاب الوثاب الذي يتطلع لتكون هذه البلاد ضمن البلاد العالمية وليست ضمن البلاد الإقليمية أو المنطقة الشرق الأوسط. وأيضا يجب أن لا أنسى من بصراحة وضعني مثل ما بيقولون في خانة اليك، قال لي جاهز للتحدي، ألا هو معالي المستشار تركي آل الشيخ. لم بصراحة يتحدث معي كثير ولم يناقشني في أي شيء، ولعلمك لا أعلم ما هو منصبي وما هو موقعي ولا ما هو مال. قال لي جاهز للتحدي، قلت أي تحدي طال عمرك؟ قال تحدي سنعمل بطولة عالمية تحمل اسم الملك عبد العزيز، جاهز؟ قلت نعم جاهز، وفوجئت يعني ممكن اجتماع نقاش انه يغرد بها، ومن غرد بها صليت ركعتين وقلت اللهم اجعلني اهلا للمسؤوليه، وانا الحمد لله كن لي ثقه واشعر اني اهلا للمسؤوليه، ولكن ليس لوحدي وليس صالح الحمادي او غير الحمادي، انما اتحدث بكل الثقه والشفافيه والوضوح، اذا لم يكن خلفنا رجال ابطال فلن نحقق بطولات ولن ننجز بطولات، ولكن ما دام تركي آل الشيخ جزاه الله خير يقول وراه جبلين يرتكز إليهما ويعتمد عليهما بعد الله، فأنا أقول إن خلفنا جبال إن شاء الله من الرجال اللي سيساعدوننا بأن تكون هذه البطولة حديث، بطولة كونية يونيفرسال شامبيونشيب على مستوى عالمي كبير، سواء تطلعات تشمل خيل عربية وتشمل خيل إنتاج وتشمل خيل عالمية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا خير عون على أن نكون منارة فروسية مثلما نحن قبلة الإسلام والمسلمين، نكون قبلة لكل ملاك الخيل مدربين عالميين أيضا أنهم يطلعون المملكة العربية السعودية أن تكون هي الرائدة في كل مجال، ومجال الفروسية بالتحديد هو المجال اللي بالنسبة لي خليني بصراحة مثل أمس ماشي 8.5 كيلو في النادي، واليوم أنا أتوقع أني مشيت كثرة وأمشي بكل سعادة، ليه؟ لأني أعرف أني مقبل على مهمة، ومهمة كبيرة جدا تخص الوطن وتليق باسم الوطن، وسيدي خادم الحرمين الشريفين لم يركز على الفروسية أو غيرها، إنما نشاهد أيضا الإبل تأخذ وضعها، نشاهد كثير من المناشط بالنسبة للبلاد، وباهتمام كبير أيضا من سمو ولي العهد الحريص جدا على أن يكون مطلعا بكل الأدوار اللي تناطبه سواء عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو رياضية،
ويوكلها لرجال أشداء أقوياء، ونحن إن شاء الله نكون من يكملون لهم هذه الأدوار، وما التوفيق إلا من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ثقة تمام الثقة أنه هذه البلاد ستكون إن شاء الله للمواطنين للمقيمين وللزائرين خير حاضن في منصات فرح، مثل ما شاهدنا اليوم الابتهاج الكبير. وأيضا يجب أن لا أنسى ممن كان لهم أدوار كبيرة، سيدي الملك عبد الله رحمة الله عليه ورئيس اللجان الفنية سمو الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وغيره ممن عملوا، الأمير بدر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير وغيرهم من الأسماء. طبعا سيدي خادم الحرمين الشريفين يجب أن لا ننسى، تراه رجل الفروسية، يعني لذلك كان معنا من على مدى سنوات وهو مع هذا النادي، وقف مع النادي ووقف مع الملك عبد الله رحمة الله عليه، وقف مع الأمير بدر رحمة الله عليه، وكانت مواقف أيضا من الملك فهد رحمة الله عليه، جميعهم حتى الأمير سلطان الأمير نايف كانت لهم مواقف جدا إيجابية، ولا أنسى أيضا محمد بن سعود الكبير وغيره من الأمراء اللي كان لهم أدوار جدا إيجابية. والمجال أيضا هنا يجعلني أشكر سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز على اهتمامه بالخيل العربية، وأيضا تقديم كأس باسم سيد الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمة الله عليه. أنا لا أنسى أني خدمت وزارة الدفاع 29 سنة وكان هو رئيسنا كلنا الأمير سلطان والأمير خالد بن سلطان، ولذلك عندما قدم هذه الجائزة الكبرى كانت أيضا حديث الناس، وجعلنا دائما إن شاء الله ونشاهد ميدان أيضا الأمير سلطان، ميدان الملك عبد الله في نوفا وكافة الميادين أيضا السعودية المحلية، نقول لو سمحوا بس يكونون بيشنت شوي إنهم ينتظرون كيف إنه تكون في نقلات إن شاء الله عالمية ونقلات محلية، وهذه لن تأتي إلا بدعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله ومتعه الله بالصحة والعافية وسمو ولي عهده الأمين، وأيضا معالي رئيس هيئة الرياضة. ويجب أن ننوه كثيرا أيضا بمجلس الإدارة الشاب اللي يقول الله يعيني عليهم وجاريهم بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وأيضا الرجل الثالث الرياضي العاشق للفروسية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، جميعهم يعني ما شاء الله تبارك الله، وين ما تلفت ولا يعني أشعر الآن أني شبل داخل وسط أسود، وبالتالي يجب علي أني أنتهض وأكون أسد، حتى لو أسد صغير ما يخالف، بس أسد إن شاء الله يكون لديه قلب قوي، والقلب القوي موجود وطموح إن شاء الله تعالى. نقف بعد عام من الآن ونحن نتحدث عن أنه تونا أنهينا أول بطولة عالمية تقام، هي الأكبر والأقوى والأغلى في العالم، وهي قبلة الخيل العالمية، ونكون محتفلين بوجودكم إن شاء الله، بوجود سيدي خادم الحرمين الشريف وسمو ولي عهد الأمين وكافة المسؤولين الذين لا شك حريصين أكثر مني وأكثر من غيري من أصحاب الخيل وملاك الخيل والآخري، هم كلهم غيره، حتى من لم يكن لديهم خيل غيره على الخيل، ولكن لشيء تشوفني اللي مثلا أمزح مع فيحان المندير أقول صديقي اللدود، لأن فيحان ممكن أنه يأتي في أيام ونتصادم إحنا وياه على أمور، ولكن تبقى القلوب نظيفة، وبالتالي اللي نتحدث عنه أنه بس بالصبر إن شاء الله تعالى ستكون الخيل انتقلت من المحلية إلى العالمية. السابقون حملوا الراية على الصعيد المحلي بكل اقتدار، وهذا المنشأة الجميلة وإلى آخره، والآن هناك طموح أكبر للبلوغ العالمي، وإن شاء الله تعالى أنكم تشاهدونها وياها في أحسن حال، وأعتذر على الإطالة. أستاذ صالح، قبل أن نختم معك هذا اللقاء، ماذا تعد محبي الفروسية وأيضا زوار ميدان الملك عبد العزيز، لا سيما أنه أصبح من أهم يعني الأماكن الموجودة في العاصمة الرياض؟ والله شوف، خل أكون واضح صريح، بالنسبة للزوار هذا على رأسي يعني، ومسؤوليتي أنا، ثقة ولي الأمر يجب أن نكون أهلا لها، ولا مثل ما يقول تركي آل الشيخ يا الحمادي حتوحشنا، وإن شاء الله ما نوحشكم إلا بعد عمر طويل. ولكن في مجمل الأحوال بالنسبة للفروسية لست أنا من أعد، أنا أنفذ، إذا طلب مني مقترحات طلب مني شيء، أنا أعرف الخيل من المنصة إلى غرفة توليد البيبيز المهارة، وأمس جاينا مهر ما شاء الله تبارك الله، لذلك يعني أعرف دهاليزها زين وأعرف مشاكلها، أعرف المطب في الجنادرية وين وما أقع فيه، إلا ساق ولدي أحمد أكلنا المطب، ولا أكلنا المطب قلت الله يهديه مدير هالنادي، منه مدير هالنادي أوريكم فيه، قالوا أنت مدير النادي يقولون الزملاء. لذلك عندما تأتي على مسألة الضيافة والاهتمام بالضيوف سواء من سعوديين مقيمين زائرين، هذا في عيوننا وفي قلوبنا
قبل أن يكونوا في أرض ميداننا. أما ما يتعلق بالوعود، الوعود ننتظر حتى نشاهد مجلس الإدارة ونجلس معهم ونجتمع معهم، نعد أهل الخيل أن نكون صادقين وأمناء أمام الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم أمام ولاة الأمر ومن وضعت فيهم الثقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل. والوعود بصراحة أحيانا يعني في كرة القدم يجيك المدرب يقول باخذ كل البطولات، يجي رئيس النادي يقول باخذ كل البطولات، لكن اللي عاد فيه وخاطب مجتمع الكورة مجتمع الرياضي يقولون العالمية صعبة قوية، في نادي الفروسية ما في شيء صعب قوي، حتى العالمية سنثبت أنها إن شاء الله مقدور عليها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد ومعالي تركيا للشيخ. يعني خلوا تصير صعبة قوية على الأندية السعودية، ولكن نادي الفروسية هو النادي الأول في المملكة العربية السعودية، وهو النادي الأكبر والأشهر سيكون على مستوى العالم، وهذا وعد أقوله من القلب، والله يقدرنا نحن نكون في مستوى المسؤولية بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا. إذن